السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في هذا الفيديو من جديد. هذا الفيديو سوف نرى توقعات لمباراة يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021. اخترت لكم مباريات من الدوريات الأوروبية المختلفة والعربية، من الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، والدوري المصري، والدوري السعودي. نبدأ على بركة الله في المباراة الأولى التي تجمع بين بوروسيا دورتموند وهوفن. بوروسيا دورتموند يحتل الترتيب السابع ب3 نقاط، فيما هوفن يحتل الترتيب الثاني ب4 نقاط. التوقع لهذه المباراة، طبعا أنا أتوقع فوز بوروسيا دورتموند. هذا التوقع هو فوز بوروسيا دورتموند على هوفن. المباراة سوف تقوم في 7 والنصف. المباراة الثانية في الدوري الإيطالي في الجولة الثانية تجمع بين الأودونيزي وفينزو. أودينيزي يحتل ترتيب 10 بنقطة واحدة، وفينزو يحتل ترتيب 19 ب0 نقطة. التوقع لهذه المباراة هو فوز أودينيزي مع الأداء الذي قدمه أمام يوفنتوس في الجولة الأولى، والتعادل معه بهدف لهدفين. قدم مباراة كبيرة للغاية، لذا التوقع فوز أودينيزي. المباراة الثالثة في الدوري الإيطالي تجمع بين إنتر وهيلس فيرونا. إنتر يحتل الترتيب الأول ب3 نقاط، فيما فيرونا يحتل الترتيب 14 ب0 نقطة. التوقع الأنسب لهذه المباراة طبعا فوز الإنتر بكل تأكيد، لأن المباراة إنتر لديه لاعبين ذو جودة عالية على فيرونا. والتوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الإنتر بهذه المباراة. المباراة تقوم في 7:45، فوز الإنتر. لنمر إلى المباراة التالية. المباراة التالية في الدوري الإسباني الجولة الثالثة بين مايوركا وإسبانيا. مايوركا يحتل الترتيب الخامس ب4 نقاط، فيما إسبانيول ترتيب 14 ب2 نقط. المباراة صعبة للغاية، إذا التوقع الأنسب لهذه المباراة هو تسجيل فريق كول. إلى المباراة التالية. المباراة التالية تجمع بين فالنسيا وألافيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. فالنسيا يحتل الترتيب السادس ب4 نقاط، فيما ألافيس يحتل الترتيب 19 ب0 نقطة. المباراة التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز فالنسيا طبعا. المباراة تقوم في 9:15 بتوقيت المغرب. إلى المباراة التالية. المباراة التالية تجمع في الدوري المصري الجولة 34 بين الإسماعيلي وكليوباترا. كليوباترا في الترتيب 10 ب39 نقطة، فيما الإسماعيلي الترتيب 13 ب35 نقطة. الفرق بين الفريقين 4 نقاط فقط، والمباراة صعبة للغاية، وأنا أتوقع فوز الإسماعيلي على كليوباترا. إلى المباراة التالية. تجمع بين الأهلي وأسوان في الدوري المصري الجولة 34. الأهلي يحتل الترتيب الثاني ب73 نقطة، فيما أسوان الترتيب الآخر ب27 نقطة. والتوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الأهلي. إلى المباراة التالية. المباراة التالية تجمع بين الزمالك وبنك مصر الجولة 34 من الدوري الإسباني الدوري المصري. الزمالك فاز باللقب بالدوري المصري، يحتل الترتيب الأول ب79 نقطة، فيما بنك يحتل الترتيب 15 ب34 نقطة. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الزمالك طبعا. المباراة في الدوري الفرنسي الجولة الرابعة بين ليون ونوت. ليون يحتل الترتيب 16 بنقطة، فيما نوت الترتيب 9 ب4 نقاط. أنا أتوقع فوز ليون على نوت. هذا التوقع لهذا المباراة. المباراة تقوم في 8 مساء. المباراة التالية في الدوري السعودي الجولة الثالثة بين الاتحاد والفيحة والفيصلي. الاتحاد يحتل الترتيب 10 ب3 نقاط، الفيصلي الترتيب السادس ب4 نقاط. أنا أتوقع لهذه المباراة هو فوز الاتحاد طبعا. نمر إلى المباراة الأخيرة من الدوري السعودي والمباراة الأخيرة لهذا اليوم. الهلال والباطن. الهلال يحتل الترتيب الأول ب6 نقاط، فيما الباطن ترتيب 12 ب3 نقاط. التوقع الأنسب لهذه المباراة هو فوز الهلال طبعا. انتهى هذا الفيديو، هذا كل ما لدينا هذا اليوم. طبعا قبل نهاية هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو.
شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر.